السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من قناتكم خبراء اللغه الانجليزيه. النهارده ان شاء الله هنشرح قاعده الافعال التي ياتي وراءها اي ان جي والافعال التي ياتي وراءها الفعل في المصدر. القاعده دي مهمه جدا من اول ثالثه اعدادي واولى وثانيه وثالثه ثانوي. قاعده مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها، بتيجي كتير في اختيارات الجرامر بشكل اساسي. طبعا مش بس محتاجينها كقاعدة للثانوية العامة، كمان محتاجينها كقاعدة في الكلام. امتى حط بعد الفعل ing، امتى حط بعد الفعل to المصدر. اذا كنت مهتم بمتابعة الدرس شاهد الفيديو للنهاية واعملنا اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك تنبيهات. لو انت طالب ثانوية عامة هات ورقة وقلم واكتب ملاحظاتك على الشرح علشان تقدر تفهم الدرس كويس. بداية بنقول قاعدة الفعل هو عبارة عن فعل يأتي وراءه فعل. يبقى خلينا نركز كده ان هما فعلين، تمام؟ في فعل معين هندرس قاعدته هيجي وراه فعل تاني. الفعل اللي هيجي وراه ده اما هيكون to، اما هيكون في المصدر، اما هيكون ing. والفعل الموجود في الاول اما هيتبعه to اما مش هيتبعه to. خلاص خلي بالكم معايا كده. هنبدا اولا افعال ياتي بعدها to زائد الفعل في المصدر، تمام كده. نبدا نقرا الجدول معانا كده بالراحه، ننطق الافعال ونشوف معانيهم. خلاص مع بعض. رقم واحد agree يوافق، choose يختار، decide يقرر، expect يتوقع، hope يأمل، learn يتعلم، want يريد، refuse يرفض، offer يعرض أو يقدم، plan يخطط، promise يعد يوعد حد بحاجة، would like يود. ايه الافعال دي؟ الافعال دي دايما وراها تو ودايما وراها فعل في المصدر، تمام؟ ناخد كده الامثله مع بعض. everyone agreed to، كل الناس وافقت ان. طيب agreed to، agreed بيتبعه تو وبيتبعه فعل في المصدر. فين الفعل في المصدر؟ meet. agreed to meet، اهو شايفين meet اهو، خلاص فعل في المصدر. meet معناها يقابل، يبقى everyone agreed to meet at the airport. خلاص كده. المثال الثاني، علي has decided to، decided to قرر ان، برضه decided to من الافعال اللي بيجي وراها to وبيجي وراها فعل في المصدر. طب علي قرر ايه؟ علي has decided to study science، يدرس العلوم، at university في الجامعة. طبعا عندك study برضو عشان جه ورا decided to جاي في المصدر. المثال اللي بعد كده، I expect to finish my homework later this evening. يعني ايه expect to؟ يتوقع ان، تمام. طيب فين الفعل اللي في المصدر؟ اهو finish، انا اتوقع ان انهي واجبي متأخرا هذا المساء، تمام. بعد كده المثال اللي بعده، they hope to، they hope to هم يأملون أن. طيب hope بيجي وراه to وبيجي وراه فعل في المصدر. they hope to get، هم يأملون أن يحصلون a job على وظيفة، they enjoy doing يستمتعون بقيامها. يبقى هم بيأملوا في الحصول على وظيفة يستمتعوا بفعلها أو بالقيام بها. خلاص كده. طيب الافعال دي، هل دي بس الافعال اللي بيجي وراها تو والمصدر؟ لا، في افعال اكتر. طب ليه الافعال دي بالذات؟ علشان الافعال دي اشهر افعال بيجي وراها تو والمصدر. خلاص. طب اقدر ارجع فين علشان اجيب بقيه الافعال؟ تقدر ترجع للقاعده الموجوده في اي كتاب خارجي. لو انت في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي تحفظ الجدول كاملا. وليه هنا لازم نحفظ؟ علشان ما عندكش اي طريقه تانية تفرق بيها ما بين الافعال اللي بيجي وراها تو والمصدر والافعال
افعال يجرها ing غير انك تبقى حافظهم وعارفهم كويس جدا. تمام كده؟ طيب خليكم معايا نكمل بقى. اتنين، افعال ياتي بعدها فعل مضاف له ing. هنا بقى مجموعه الافعال دي هيجي وراها فعل في ing، لا في تو ولا في مصدر. نقرا بقى الجدول كده مع بعض وننطق الافعال. نمبر 1 keep يحافظ، avoid يتجنب، dislike يكره، enjoy يستمتع، admit يعترف به، يعترف بانه عمل حاجه مثلا، mind يمانع، finish ينهي، practice يمارس، suggest يقترح، deny ينكر، spend يقضي، recommend يوصي. يوصي يعني يرشح حاجه. تمام؟ يلا نبدا مع بعض كده الامثله. نمبر 1 he admitted borrowing my pen without asking me. هو اعترف باستلافه لقلمي بدون ان يسالني، يعني اخذ القلم بدون ما يسال. طب admit بيجي وراها ايه؟ ها فعل زائد ing، يبقى اعترف باستلاف. admitted borrowing زي ما انت شايف borrow متضاف له ing. المثال الثاني he enjoys playing. تمام كده؟ في بس هنا غلطه صغنطوطه خالص، المفروض هي she enjoys playing with her grandchildren. هي تستمتع باللعب مع احفادها. طب enjoy من الافعال اللي بيجي وراها ing، يبقى play هتاخد ing. تمام كده معايا؟ طيب نخش في اللي بعديها. He dislikes sleeping during the day. هو يكره النوم اثناء النهار. طيب dislikes من الافعال اللي بيجي وراها ing، عشان كده sleep حطينا له ing. هو يكره النوم اثناء النهار. تمام كده؟ في مشكله؟ طب مش ملاحظين حاجه؟ الافعال اللي هي نفسها ممكن تتصرف في الماضي عادي او ممكن تتصرف في المضارع، زي enjoys واخد اس، admit واخد تي زياده وبعدين اي دي، يعني يتصرف في الماضي. ماليش دعوه الفعل الاول يتصرف عادي في الماضي او في المضارع خلاص او في المستقبل، مفيش اي مشكله خالص. المهم ابقى انا حافظ الفعل اللي وراه بيجي وراه تو المصدر ولا فعل زائد اي ان جي. تمام كده؟ طيب خليكم معايا نكمل. ثلاثه، افعال ياتي بعدها تو زائد المصدر او فعل مضاف له اي ان جي بدون اختلاف في المعنى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفعل ده اذا جه وراه تو المصدر او اذا جه وراه فعل زائد اي ان جي بيسمح بالاثنين. لو عملت كده صح ولو عملت كده صح. طب هل في اختلاف في المعنى لو حطيت وراه تو زائد المصدر او لو حطيت وراه اي ان جي؟ مفيش اختلاف في المعنى، يبقى المعنى واحد. خلاص نقول مع بعض الافعال ونشرح على الجمل. خليكم معايا. begin يعني start بيساوي start يبدا، like او love يحب، continue يستمر، prefer يفضل. تمام كده؟ نبدا مع بعض كده. my brother began اخويا بدا. began ده متصرف في الماضي، هو اسمه begin، الماضي منه began. began to work صح و began working صح. تمام كده؟ as a teacher 5 years ago. يبقى اخي بدأ العمل كمدرس منذ 5 سنوات. لو قلت began to work ماشي او began working برضو ماشي. طبعا استحالة ان هو يحطها لك بقى في اختياري، يحط لك الاثنين، مش هينفع طبعا، هحط لك واحدة بس من الاثنين. تمام؟ we like to watch او we like watching tennis. عايز تحط بعد like to المصدر ماشي، عايز تحط watching برضو ماشي. تمام؟ مفيش اي اختلاف في المعنى. تمام؟ طيب لاحظ بقى معايا الملاحظه دي. اذا استخدمنا would قبل الافعال like و love و prefer فانه ياتي بعدها to المصدر. يعني لو دخلت would قبل like و love و prefer لازم يجي وراها تو المصدر، ما عندكش حل، ما عندكش اختيار هنا، ما ينفعش تحط اي ان جي. تمام؟ لاحظ كده.
I would like. شايفين الابوستروف دي دي عبارة عن would بس مختصرة. I'd like أو I would like يبقى على طول to المصدر. To finish my work early today. طيب التانية I'd prefer to drink coffee. كويس كده. Would prefer يبقى to على طول. I would love to go for a swim. أود أن أذهب للسباحة this evening هذا المساء. يبقى عندك would برضو يبقى love لازم يجي وراها to والمصدر. تمام كده. خليكم معايا. القاعدة الرابعة أفعال يأتي بعدها to والمصدر أو verb ing المرة دي بقى مع وجود اختلاف في المعنى. يعني لو قلت الفعل وراه to والمصدر هيبقى له معنى، ولو قلت نفس الفعل بس وراه ing هيبقى له معنى مختلف تماما. خلاص كده. وعلشان نسهل عليكم القاعدة دي ركزوا فيها معايا جدا. خلاص. لو عايز كده تجيب تقوم تعمل كوبايه شاي كده او كوبايه قهوه، اعمل بوز للفيديو وروح هات كوبايه شاي او قهوه وتعالى ركز معايا. تمام. طيب نكمل. ريممبر زائد تو زائد المصدر معناها ايه؟ يتذكر ان يفعل شيئا ما ثم يفعله. اوكي. يعني ايه؟ يعني انا كان المفروض اعمل شيء وناسي، مثلا رايح اجيب طلب للبيت بس نسيت في نص الطريق وانا ماشي افتكرت فرحت جبت الطلب. خلاص كده ماشي. مثال I love my grandmother. احب جدتي. I remember to visit her every week. دايما بفكر نفسي ان انا ازورها كل اسبوع. بياخدوا كده الشغل او الحياه وبعد كده انا لازم اروح ازور جدتي. تمام كده. بيفتكر ان هو ما عملش الحاجه فيروح يعملها. تمام. اما ريممبر زائد فيرب اي ان جي انت عملت الحاجه ونسيت. انا من اسبوع اشتريت طلب وبعدين نسيت ان انا اشتريته، عينته في البيت او حفظته في البيت وبعد كده هو احنا عندنا كذا. ده انا كنت شاريه الاسبوع اللي فات. انت هنا عملت الفعل خلاص بس نسيت ان انت عملته، بعد فترة افتكرت ان انت عملته. هنا هتحط remember plus verb plus ing. ماشي. طيب بصوا بقى المثال واضح ازاي. when I was young ولما كنت صغير I remember visiting my grandmother every week. ماشي. افتكرت وانا صغير ان انا كنت بروح ازور جدتي كل اسبوع. غالبا كده انت ما كنتش بتزورها. تمام. فبتفتكر الشيء ده على انه شيء حصل فين في الماضي. معايا. يلا بينا بقى ندخل على الفعل التاني بنفس طريقة الفعل الاولاني. stop to زائد الفعل في المصدر يتوقف لكي يفعل شيء ما. انت ماشي الدنيا حر خلاص وقفت اشتريت ازازه ميه. تمام كده. انت توقفت عشان تعمل حاجه. خلاص كده. طيب ناخد المثال. يلا. he stopped to listen to music. وقف لكي يستمع الى الموسيقى. يعني وقف خرج الموبايل بتاعه طلع حط السماعات شغل الموسيقى، او ماشي لقى محل مشغل الموسيقى فوقف عشان يسمع الموسيقى. تمام كده. طب stop زائد ing يتوقف عن فعل شيء. يتوقف عن فعل شيء. واحد كان بيدخن فتوقف عن التدخين او اقلع عن التدخين، دي حاجه كويسه. تمام كده. فنقول ايه؟ he stopped listening to music. يعني يعني كان مشغل الموسيقى وكان بيحب يسمع الموسيقى ثم توقف عن سماع الموسيقى. خلاص ما عادش بيحبها، ما عادش بيسمع، ما عادش من اهتماماته. خلاص كده. تمام. يبقى بطل. stop زائد ing يتوقف عن فعل الشيء، يبطل فعل الشيء خالص، يبطل العاده دي. stop to زائد المصدر بيتوقف وهو ماشي في الطريق او وهو بيعمل شيء يتوقف عشان يعمل شيء تاني. تمام كده. ركزوا بقى معايا نكمل. يلا. forget زائد to زائد المصدر ينسى ان يفعل الشيء. يعني هي تعتبر زي remember بالظبط. انا كان المفروض اعمل حاجه بس نسيتها. he forgot
نخش على المثال يلا. He forgot to lock the door. دخل ونسي يقفل الباب. تمام؟ نسي ان هو يقفل الباب، كان المفروض يعمل بس نسي. خلاص كده. طب ايه التاني؟ التاني forgot زائد ing هو قفل الباب ونسي ان هو قفل. خلاص كده انتوا معايا. يبقى قفل الباب ونسي ان هو ايه؟ قفل الباب. خلاص كده معايا. اوكي نكمل يلا مع بعض. try to زائد الفعل في المصدر، يحاول او يبذل مجهود لكي يفعل شيء ما ولا يصل. يعني واحد بيحاول بجهد جدا ان هو يدور على دواء مثلا، انت عمال يلف على الصيدليات عشان يجيبه مش لاقي، يبقى try to والمصدر. I try to buy some medicine، حاولت اشتري بعض الدواء. but the chemist was closed، ولكن الصيدليه كانت مغلقه. طيب طب try وverb ing، يحاول ان يجرب شيء ويرى ما سيحدث. يعني انا مثلا عندي صداع خلاص، فحاولت اخد بعض الدواء اشوف النتيجه صداع هيخف ولا لا. مثال I had a headache، كان عندي صداع. so I tried taking some medicine، حاولت ان اخذ بعض الدواء. طيب نخش على المثال اللي بعده. regret زائد to زائد المصدر وregret زائد verb ing. regret معناها يندم. طيب لو استخدمت regret to والمصدر يبقى انت بتندم على الشيء اللي انت هتقوله حالا ده للشخص اللي قدامك لانه خبر غير صار. تمام. مثال he regretted to tell you the bad news، هو كان ندم انه سيقول لك الاخبار السيئه. تمام هو كان اسف ان هو عنده اخبار سيئه مضطر يقولها. تمام. طب ما regret verb زي ing، انت عملت الحاجه خلاص تمام وبعدين ندمت عليها. مثال he regretted selling his car، يعني كان اسف على بيعه لعربيته، باعها خلاص بعد كده ندم ان هو باع. تمام. طيب اوكي. طيب احنا عارفين ان تو بيجي وراها فعل في المصدر ماشي، بس الافعال دي بقى بيجي وراها تو وفعل زائد ing، غريبه قوي صح؟ تو المفروض احنا عارفين على طول دايما بيجي وراها المصدر ما عدا الافعال دي. الافعال دي بقى احفظها كويس جدا. تيك تو يعتاد على، بي يوزد تو مقصود ببي هنا ام واز وار صح كده، او واز وير. يوزد تو فيرب ing. بي accustomed تو يعتاد على، برضو هيجي وراها ing. جيت يوزد تو يجي وراها ing. اوينج تو بسبب، برضو ing. object to يعترض على ing. look forward to يتطلع الى، فعل زائد ing. due to بسبب ان، فعل زائد ing. in addition to فعل زائد ing. thanks to فعل زائد ing. ناخد مثال يلا. he is used to getting up early، هو معتاد عن ايه ده فيها to بس used am و is و are و used to ing على طول. طب لو مفيش ام ويز وار وفي هي يوزد تو، لا دي بيجي وراها المصدر تبع قاعده يوزد تو. تمام. هي توك تو درينكينج اعتاد على الشرب، يبقى توك تو درينكينج خلاص، برضو اي ان جي. اي لوك فورورد تو دي بنحطها في الايميلات، هتطلع الى. اي ام يوزد تو انا معتاد على سبيندينج ذا هوليديز ان شارب، قضاء الاجازات في شارب الشيخ. طيب بعد كده بنقول استخدم فعل مضاف له اي ان جي بعد هذه التعبيرات. ام ويز وار بيزي على طول مشغول فيه، يبقى فعل اي ان جي. هاف ديفيكالتي ان اجد صعوبه فيه زائد اي ان جي. اتس نوت اتس نو جود اتس نو يوز لا فائده من، ماشي برضو اي ان جي. كانت ستاند انا لا اتحمل اي ان جي. بي ورث يستحق اي ان جي. هاو اباوت او وات اباوت جي ما رايك فيه، ماذا عن. اتس ا ويست اوف تايم انه مضيعه للوقت، برضه فعل زائد اي ان جي. فيل لايك يود او يريد بيجي وراها اي ان جي. اتس نو جود او نو يوز ويستنج تايم، لا فائده من اضاعه الوقت، ويستنج في اي ان جي. اي فيل لايك اي كانت هيلب اشعر بي لا استطيع تحمل
لا استطيع ان اتوقف عن eating sweets اللي هو اكل الايه الحلوى. How about looking at that festival for our project؟ نبص على الاحتفال ده عشان المشروع بتاعنا. خلاص كده يا جماعه. طيب عندنا تمرينات. افتح صفحه التمرينات كده من اول هنا كده خلاص، ثبتها. يلا حل وسيب لي الحل بتاعك في اسفل الفيديو. ثبت الصفحه دي، وبعدين احنا عندنا هنا لحد 14، ننزل تحت كده لحد من اول، نرفع الصفحه كده لحد 15، من اول 15 لحد 32. ثبت برده الصفحه، اختار اختياراتك خلاص، وبعد كده ناخد من اول 32 تمام، 32 لحد 46. ثبت برده الصفحه، حل اختار تمام يا جماعه لحد 48. و اي حاجه تقف معاك سيب لي الكومنت اسفل الفيديو، وان شاء الله انا هجاوبك واشرحها لك. ونتمنى ان القاعده تكون سهله ومفهومه. واي استفسار طبعا سيبوا لنا كومنتس اسفل الفيديو، ما تنساش تفعل الجرس وتشترك في القناه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه اخرى من خبراء اللغه الانجليزيه. السلام عليكم.